بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء، وتحية إجلال وإكبار لكل من علم ويعلم ولا زال يعلم الحروف للبراعم الصغيرة. نطمح بما هو أكثر في الموسم المقبل إن شاء الله، رغم بعض الإكراهات التي نعمل جاهدين مع جميع شركائنا للتغلب عليها لبلوغ الهدف العام. ممكن تعطينا شي كلمه على الحفل؟ كيفاش كان التحضيرات ديالو؟ شنو كانوا العراقيل اللي كانوا عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم شكري ل اخبار الفجر اللي قامت بالتغطيه الشامله والكامله لهذا الحفل الذي اعتبره متميزا، اللي كان فائده البراعم الصغيره اي التعليم الاولي، وهذا ايمانا منا بثقافه الاعتراف اولا للمربيات والناس المسؤولين على التعليم الاولي، وكذلك باش نفرحوا بدوك التلميذات في نهايه السنه نظرا للمجهودات اللي بذلوها وهما اطفال صغار كيفيقوا بكري وكيجيو مع الامهات ديالهم باش يكتسبوا المعرفه والمهارات. شكرا سيد المدير. بالنسبه كيفاش كان المستوى الدراسي والاحتياطات اللي اتخذتوها خلال هذه الجائحه ديال كورونا خلال الموسم الدراسي الحالي؟ بالفعل كنا واثقين انطلاقا من التعليمات المولويه الساميه اولا، والتعليمات ديال وزاره الصحه وديال القطاع الوصي اللي هو وزاره التربيه الوطنيه، كنا حريصين كاداره وكاطر تربويه باش نحترموا الاجراءات الاحترازيه، وبذلك وفرنا مجموعه ديال الادوات واللوجيستيك وكل ما يتعلق من صابون ومن ادوات التعقيم، الكمامه، التباعد الى غير ذلك. المهم طبقنا الاجراءات الاحترازيه بحذافيرها في المؤسسه. وكيفاش كان التعامل ديالكم مع اولياء امور التلاميذ؟ من طبيعه الحال ما يمكننا الا نرسخوا هذه الثقافه مع الاباء والاولياء، كنعطيوهم دروس داخل المؤسسه وخارج المؤسسه باش تكون الثقافه ديال التباعد سلوك يومي، وانهم يزيدوا يوعيوا التلميذات ديالهم من بعد التوعيه اللي كتقدمها المؤسسه من طبيعه الحال في المنازل وعند الاسر ديالهم. شكرا سيد المدير. شي كلمه اخيره تبغي توجهها للمشاهدين؟ كلمه اخيره، والله انا جد فرح اليوم لانني قضيت في هذه السنه في هذه المؤسسه السنه الاولى، واستطعت بفضل مجهودات جنود الخفاء، رجال التعليم ونساء التعليم، تلميذات وتلاميذ، الاباء والامهات والمديريه الاقليميه، استطعنا اننا نحققوا النجاح الباهر. وبهذه المناسبه لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للسيد المدير الاقليمي لمديريه قنيطره والساده رؤساء المصالح وكل من يساهم من قريب او من بعيد في ايصال المعرفه لفلذات الاكباد عبر التراب الوطني، وشكرا.